نتابع جزء منها مما وصلنا ووردنا قبل قليل من صور من مدينة القدس. هذه الصور ملتقطة من داخل ساحات المسجد الأقصى لرشقة الصواريخ التي وصلت قبل قليل وشهدت في سماء مدينة القدس المحتلة وسط صفارات الإنذار التي دوت في المدينة. رشقة كبيرة، هذا ما يتضح من خلال هذه الصور التي يعني اختلطت بها الصواريخ الإيرانية بصواريخ القبة الحديدية التي كانت تحاول اعتراض هذه الصواريخ. وحسب ما تقول إسرائيل أنها نجحت في اعتراض 99% من الصواريخ، هذا على ذمة المصادر العسكرية الإسرائيلية. لكن شوهدت حسب صور وردتنا قبل قليل طائرات مسيرة هجومية سقطت في منطقة النقب كذلك. نتابع هذه الصور ونستمع إلى الأصوات معها. مشهد في مدينة القدس المحتلة والحال مشابه كذلك في مدن الضفة الغربية.